بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، بعد 14 محاضرة تم أداؤها في صورة فيديو، صوت وصورة، وخمس محاضرات وجاهي في الجامعة، تم الانتهاء من المقرر الخاص بمقرر أساليب كمية في اتخاذ القرار. نحن نمر بمجموعة من الظروف الصعبة، نكافح جميعا في إنجاح هذه التجربة. نحن نكافح طلبة أولا وأساتذة وإدارة جميعا في مجال التعليم. نحن نكافح من أجل وصول أبنائنا إلى مستوى متميز بإذن الله في هذا الكفاح، في هذا النضال من أجل التعليم في بلدنا الحبيبة فلسطين. ربنا أعلم كم من الوقت قضينا في إعداد هذه المحاضرات، كم قضينا في تجهيز هذه المادة العلمية، وأعتقد أن الطلبة أيضا قاست ومرت بظروف صعبة، كل على حدة، كل له محيطه ومشاكله. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكلل مجهودنا جميعا إلى الخير وإلى رفعة الوطن وإلى تحقيق مستقبل مزهر إن شاء الله، مستقبل كله خير في رضاء من الله، في رضاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، في رضاء من الوالدين، في رضاء من الوالدين نكررها مرة ومرات، ثم في رضاء من ضميركم، ثم رضاء في المجتمع. أتمنى لكم جميعا أن تخوضوا تجربة الكفاح في مزيد من العرق من أجل الوطن، من أجل الأسرة، من أجل العلم، من أجل رفعة مكانتكم بإذن الله. اليوم بعرض لكم مجموعة من الأسئلة التي تتناسب مع الامتحانات الإلكترونية التي ننوي بإذن الله خوضها في الشهر الحالي والشهر أو في نهاية الشهر الحالي وفي بداية الشهر التالي. ربنا يجعله عام سعيد علينا وعليكم بإذن الله. نبتدي مع بعض كده مجموعة من الأسئلة، مجموعة من العبارات، والمطلوب منك أنك تختار الإجابة إما الصحيحة أو الخاطئة، أنك تتمعن في الجملة مرة واثنين وتعطي قرار حاسم لا رجوع فيه، لأنه لن يكون لك فرصة أنك ترجع تاني تشوف الأسئلة. فوزع وقتك وخليك حكيم في إدارة الوقت المتاح لك، كل عبارة على حدة أرجو أن تعطي القرار السليم. ما أعتقدش في عبارات أو جمل إحنا فوتناها في عملية الشرح. نبتدي العبارة الأولى. يعتبر أسلوب البرمجة الخطية أسلوب إحصائي لحل المشاكل التي تواجه الإدارة. هذه العبارة صح أم خطأ؟ شوف الكلمات اللي العشرة يمكن اللي موجودة في الجملة دي، إيه فيهم غلط؟ يعتبر أسلوب البرمجة الخطية أسلوب إحصائي. هل هو فعلا أسلوب إحصائي؟ طبعا أنت في الامتحان مش هتقعد تشرح الكلام ده والكلام ده، هتاخد قرار فورا. أنت شفت الكلمة موجودة في الكتاب، وشفت الجملة بقولها في بداية شرح البرمجة الخطية. البرمجة الخطية هي علم يدرس في كلية الهندسة، يدرس في كلية العلوم بالذات الرياضيات، ثم يدرس في الإدارة، في المحاسبة، في الإدارة، في كافة الاقتصاد،
البرمجة الخطية كل العلوم معظمها بتستعين بها لحل المشاكل، لكن هل هو أسلوب إحصائي أم أسلوب رياضي؟ أسلوب رياضي، والذي اخترع دانزيج اسمه عالم رياضيات، دانزيج هو الذي ابتكر أسلوب البرمجة الخطية في القرن الماضي في الثمانينات. يبقى العبارة الأولى خطأ، مجرد أنت بس تختار خطأ A أو B هيدي لك A صح و B خطأ، هتختار B. اتنين، يختصر استخدام أسلوب البرمجة الخطية على تخطيط الإنتاج صح، ووضع سياسة المخزون صح، وتحديد أفضل شكل لمحفظة الأوراق المالية صح. بس هل يقتصر على الثلاثة دول ولا في حاجات تانية؟ لا، في حاجات تانية. البرمجة الخطية بتشتغل في الإعلانات، بتختار أفضل إعلان ممكن، لأن الإعلان له تكلفة وله عائد، وإحنا البرمجة شغالين على كده، بنعظم العائد أيا كان العائد، ربح أو فيتامينات للأطباء أو كل علم خد له هدفه، البرمجة بتعظم هذه الناحية. فبالتالي البرمجة الخطية لا تقتصر على تخطيط الإنتاج أو وضع سياسات للمخزون أو أفضل شكل لمحفظة الأوراق المالية. فإحنا بنقول أهو الإعلان يعتبر أحد مجالات أسلوب البرمجة الخطية. أيضا مش كنا بنيجي في أسلوب النقل في آخره وبنعمل برمجة خطية متساويات أو متباينات، مش بنقول يساوي كمية اللي رايحة للمنفذ الأول والتاني والتالت تساوي 2000، واللي رايحة للمنفذ الرابع تساوي 1500، يبقى شغالين على أيضا تعظيم المنفعة أو تدنية التكاليف في حالة الإيه سياسات الإعلان أو التوزيع أو النقل. يبقى العبارة أيضا خاطئة. يستوعب أسلوب البرمجة الخطية الثالثة بقى، يستوعب أسلوب البرمجة الخطية الأخذ في الاعتبار أكثر من هدف واحد. عمرك شفت قلنا الربح ومثلا تعظيم الحصة السوقية؟ ما ينفعش. البرمجة الخطية لا تأخذ إلا هدف واحد. يبقى التالتة أيضا خطأ. يستوعب البرمجة هدف واحد، تعظيم الربح، تدنية التكاليف، تكسير الفيتامينات، تكسير كل أحسن تشكيلة ممكنة. الكلام ده صح، هدف واحد، إنما عدة أهداف لا. في نوع تاني من البرمجة اسمه برمجة الأهداف. فبرمجة الأهداف هي اللي بتاخد في الاعتبار الأخذ في أكثر من هدف واحد في حل المشكلة. يبقى دي برضو العبارة خاطئة. ناخد الرابعة، لا تقتصر القيود الموضوعية على كل من ساعات العمل والمواد الأولية. لا تقتصر، ما قالش تقتصر. احنا ممكن ناخد عناصر أخرى غير ساعات العمل وغير المواد الأولية، ممكن آخد حاجات تانية، آخد المساحة مثلا، آخد عايز أعمل تجهيز آلات أمثل، يبقى هنا عندي قيد المساحة، يبقى لا هو ساعات العمل ولا هو المواد الأولية. ممكن آخد العملات الأجنبية، عندي كم محدود من العملات الأجنبية تدخل قيد. عندي كل العناصر اللي ممكن، عندي شوية فقط من المكسرات أخدها قيد، عندي شوية من سماد التربة أخدها قيد. فكافة القيود ممكن تتاخد بخلاف ساعات العمل والمواد الأولية. يبقى لا تقتصر صح، هي تتسع لكي تأخذ العديد من العناصر اللي نقدر ان احنا ندخلها في البرمجة الخطية. لا تقتصر القيود،
فعلا لا تقتصر وتاخد عناصر اخرى معها. يبقى العبارة 4 صحيحة، تشمل دالة الهدف. نمرة 5، تشمل دالة الهدف في حالة التدنية التكاليف الكلية للوحدات المراد انتاجها. لما بنيجي بنعمل تدنية في دالة الهدف بنقول تدنية التكاليف. اي نوع من التكاليف؟ ولو ان في كليات كتيرة او في لمؤاخذة متخصصين في الشرح ما ياخدش باله من الحتة دي، اكتر واحد بياخد باله من هذه الحتة هو بتاع التكاليف، هو ده شغله. تدنية التكاليف الكلية، انا بدني التكاليف الثابتة ولا بدني فقط التكاليف المتغيرة ولا بدني فقط التكاليف التفاضلية؟ لان ممكن تكون الثابتة تفاضلية، تاخدها في الحسبان. يبقى اللفظ الصحيح ان تكون التكاليف تفاضلية، يعني موضع جدل في عملية اتخاذ القرار. انا عايز التكاليف التي تتغير مع تغير القرار، التي يطلق عليها عندنا في محاسبة التكاليف التكاليف التفاضلية. اما التكاليف الغرقة فلا تؤخذ في الحسبان، سواء كانت التكاليف الغارقة دي ثابتة أو متغيرة. ممكن تكون التكاليف الثابتة متغيرة تتغير مع القرار. ثمن شراء الآلة 8000 جنيه وثمن شراء الآلة الثانية 11000، طب ما هما الاثنين يعتبروا تكاليف ثابتة للحجم في علاقتهم بالحجم، لكن هل يعتبروا ثابتة بالنسبة للقرار؟ لا، ده تصنيف تاني. القرار يبقى يقسم التكاليف يا إما غارقة يا إما إيه؟ تفاضلية. يبقى إحنا بنقول، نعيدها تاني، تشمل دالة الهدف في حالة التدنية التكاليف الكلية. غلط غلط. يبقى العبارة خاطئة. 6، يتم الحصول على قيمة عين. دخلنا في نموذج البرمجة الخطية، صف عين وره ناقص عين. يتم الحصول على قيمة عين أسفل عمود كاف في أي جدول سيمبل إكس، يعني سواء تعظيم أو تدنية، عن طريق مجموع حاصل ضرب. صح، حاصل ضرب عمود ر، صحيح، الربحية اللي في الأول أو التكلفة في عمود كاف. إجابة صحيحة 100%. يبقى لازم نحفظ دي، بتيجي وتتكرر، أن قيمة عين في الجدول، في جدول البرمجة الخطية وإحنا بنحل في الجدول الثالث تحت كاف، هي عبارة عن مجموع حاصل ضرب عمود ره أول واحد في العمود الثالث اللي هو كاف. أنتجت 500 وحدة وربحية الوحدة 6، 6 في 50 300، 6 في 500 3000، زائد باخد السطر اللي بعده نفس الكلام، باخد ره أو ت ومضروبة في ثمرات عملية تشغيل البرنامج، بناخد نضرب فيه الوحدات الموجودة في عمود كاف وبنجمع الناتج، الثلاثة على بعض، الاثنين على بعض، الأربعة على بعض، عشان يديلي حاجة اسمها قيمة دالة الهدف، السطر الأخير في عين. يبقى الإجابة صحيحة، 6 صحيحة. ننتقل إلى 7، بيتم الحصول على قيم صف ر ناقص عين، الصف الأخير ده بقى، عن طريق طرح عين صح من ر اللي هو على قمة الجدول. صحيح، العبارة صحيحة، يتم الحصول على قيم صف ر ناقص عين، حتى هو واضح بين قوسين، باخد صف ر وبطرح منه صف عين، يبقى عشان يديني قيم، حتى لو شفنا قيم موجبة في حالة التعظيم يبقى ما وصلناش للحل الأمثل. إذا كل القيم في صف ر ناقص عين سالبة يبقى تم الوصول للحل الأمثل، وهذا عكس ما هو في حالة التدنية. لو شفنا إشارة سالبة يبقى ما وصلناش للحل، أما لو كله بقى موجب يبقى وصلنا للإيه؟ الحل. 8، بيتم اختيار عمود الاستبدال عن طريق اختيار أصغر رقم موجب في صف ر ناقص عين.
رقم موجب في صف ر ناقص عين. يبقى هنا بنقول الآتي: عشان أجيب عمود استبدال، يتم اختيار عمود الاستبدال عن طريق اختيار أصغر رقم موجب، لا أكبر رقم موجب، لأنه ده ربحية، ربحية وحدة المنتج، فأنت بتختار ذلك المنتج اللي هيزود لي أرباحي وبأقصى معدل ممكن. بتبص على صف ر ناقص عين وبتقول الستة دي مفيش زيها، الباقي عندك خمسة، عندك أربعة، تلاتة، اتنين، واحد، لكن الرقم الأخير ده أول رقم يكون كبير عندي، يبقى دي رقم 8، يبقى العبارة خاطئة، ليس أصغر رقم ولكن أكبر رقم. 9، بيتم الحصول أو يتم اختيار صف الاستبدال. مين اللي يطلع من الجدول صف الاستبدال؟ بنعمل إيه؟ بنقسم عمود كاف على معاملات عمود استبدال، صح؟ واختيار أكبر القيم ولا أقل القيم؟ أقل، يبقى العبارة خاطئة. واختيار أكبر القيم الموجبة دون السالبة أو الصفر، ما بيدخلوش التلاتة دول في الحسبان. ببص على الأرقام الموجبة في ما لا نهاية، في صفر ماليش دعوة، ببص على القيم الموجبة وبختار أقل القيم اللي هاخدها هتضيف أو هتؤشر على صف الاستبدال أو مفتاح الاستبدال. خلاص قلت بالسهم بتاعي ده المنتج الأفقي يطلع مين؟ يطلع واحد واثنين وثلاثة، ولا فقط هي الأرقام اللي موجودة؟ صحيح الأرقام الموجودة. يبقى صف الاستبدال عن طريق قسمة عمود كاف على عمليات الاستبدال واختيار أصغر القيم الموجبة، وما بنهتمش لا بالسالب ولا بالصفر ولا بما لا نهاية. 10، تطبق القاعدة التالية للحصول على قيم أي صف آخر بخلاف صف البؤرة. مفروض تكون حافظها القاعدة دي، مفيش برمجة خطية من غير هذه القاعدة. عشان أجيب قيم صف أي صف آخر بخلاف، طب احنا صف البؤرة بنجيبه ازاي؟ بنقسم الصف القديم على قيمة البؤرة. في جدول واحد في صف اللي اخترناه صف الاستبدال، هذا الصف بنقسمه على قيمة البؤرة، يقوم مطلع لك القيم الجديدة في الجدول الثاني. انت في الثاني وعايز تروح الثالث، بتقسم برضو على قيمة البؤرة الجديدة احدث واحدة، وبتختار بتختار القيم الناتجة عن عملية القسمة. القاعدة بتقول ان القيم الجديدة بتساوي القيم القديمة ناقص حاصل ضرب قيم صف البؤرة الجديد، قيم صف البؤرة الجديد مضروب في القيمة القابلة للإهلاك أو القيمة القابلة للبؤرة في الصف القديم. يبقى القاعدة المحفوظة هو إن القيم الجديدة بتساوي القيم القديمة ناقص مجموع حاصل ضرب قيم صف البؤرة الجديد مضروبة في القيمة المقابلة اللي هو المثلث، القيمة المقابلة للبؤرة في الصف القديم. كنا نحط دايرة على البؤرة ومثلث على الأرقام المقابلة للبؤرة في الصف القديم. يبقى العبارة صحيحة. 11، المورد الذي يظهر له في صف ر ناقص عين قيمة سالبة في الجدول الأمثل، بيطلق على ذلك على تلك القيمة نقطة التعادل. غلط، بيطلق عليها سعر الظل للمورد. يبقى المورد اللي بيظهر في صف ر ناقص عين، يعني هو بيطلعه الذي يظهر له في صف ر ناقص عين قيمة سالبة، اللي بيظهر له قيمة سالبة هنا، تمام، يبقى هو ده سعر الظل ناقص 2، ننسى الاثنين السالب وبناخد 2، هو ده سعر الظل، هو ده ربحية وحدة المورد المستغل بالكامل نتيجة استغلال الموارد في البديل الحالي. طيب يبقى المورد الذي يظهر صف ر ناقص عين قيمة سالبة في الجدول الأمثل يطلق على تلك القيمة نقطة تعادل. غلط، الصح هو اسمه نقطة سعر الظل. 12، تعادل قيمة سعر الظل، تعادل قيمة سعر الظل، تعادل قيمة سعر الظل قيمة المورد
في السوق التنافسي، لا طبعا، ليس في السوق التنافسي، ليس العرض والطلب، سعر الظل هو قيمة داخلية للشركة، كل نفس الوحدة من المورد قد يكون لها سعر ظل في شركة 20، وفي شركة أخرى 15، وفي شركة ثالثة ناقص 10. فالقيمة السوقية أو سعر الظل الموجود، هذا السعر يمثل ربحية، ربحية وحدة المورد. يعني نقول كده الأخير يعني تعادل قيمة سعر الظل قيمة المورد التنافسي. غلط، أي أن سعر الظل لوحدة المورد تساوي سعر شراء وحدة المورد من السوق. غلط، هذه القيمة قيمة اقتصادية محسوبة، تختلف من شركة لأخرى حسب درجة الندرة النسبية للموارد. 13. الطلب الثاني لمربع متغيرات سولفر هو، احنا الأولاني كان القيمة اللي هنحط فيها الحل الأمثل، قيمة الحل الأمثل. أما الطلب الثاني هو تحديد أو الاستفسار عن حالة البرمجة، هل هي عبارة عن تعظيم ولا أخرى؟ فبنبص على المادة أو المواد اللي بيستعين بيها أو بتستعين بيها لجنة يعني عشان تقيم الطلب الثاني، لازم تبقى الآتي: السطر الثاني يا إما حالة تعظيم يا حالة تدنية يا إما قيمة. أما تقول الصف الثاني مربعات متغيرات سولفر هو الاستفسار عن حالة البرمجة الخطية وتحديد الحالة، صح، الحالة هل هي تعظيم أو تدنية أو قيمة. بنخش على نوع تاني من الأسئلة، اختيار متعدد. إذا كان سعر بيع الوحدة 50 ومتوسط تكلفة الكلية للوحدة 35، ماليش دعوة في الكلية، ماليش في التكلفة المتغيرة، ومتوسط التكلفة المتغيرة 30، 50 ناقص 30 تمام يبقى 20، يبقى الإجابة الصحيحة بي، الإجابة الصحيحة بي، يبقى نمرة واحد الإجابة بي. طيب اتنين، إذا كان شرط فني للحصول على تشكيلة معينة، دخلنا بقى في العطارين وفي المهندسين اللي بيصنعوا حاجات، الصعوبة هنا في صياغة القيود. في تشكيلة معينة يقتضي ألا تقل نسبة المادة الخام الأولى والثانية، الأولى والثانية، عن 30% من إجمالي 4 مواد خام. عندنا سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة وسين أربعة، هو عاوز الشرط يكون خاص بالأولى والثانية وما يقلش عن كام؟ مش 30%، يبقى أكبر من أو يساوي 30%. إيه بقى؟ ننسب الأول والتاني يعني سين واحد وسين اتنين إلى مجموع الـ4 منتجات، يبقى العبارة الأولى صح، سين واحد زائد سين اتنين على الـ4 مواد خام، النسبة دي أكبر من أو يساوي 50، صحيح 30 أو 30، يبقى التاني، يبقى الإجابة التانية هي الصحيحة، الإجابة الثانية هي الإجابة الصحيحة اللي هي بي. انتهينا من الخش الثالثة، أنا شايف الاختيار المتعدد أسهل من الثاني. إذا كانت الكمية المتاحة من ساعات العمل البشري 2000، الكمية المتاحة 2000 ومتاحة، يبقى لازم أقل من أو يساوي، أقل من أو إيه أو يساوي، ويحتاج المنتج الأول إلى ساعتين، يبقى 2 س 1، بينما يحتاج المنتج الثاني إلى 3 ساعات، 2 و3، 2 و3، 2 و3، يبقى 2 و3، 2 و3، يحتاج المنتج الأول إلى ساعتين. طيب 2 س 1 يعني 2 x 1 و3 اكس 2 اقل من او يساوي 2000، يبقى العباره الاولى الف صح والباقي كله غلط. يبقى الاجابه الاولى هي الصح والباقي خطأ.
أربعة، إذا كان أحد شروط الفنية لتصنيع المنتجات أن يساوي وزن المنتجات الثلاثة 34 كيلو، يبقى يساوي، يبقى واحد وسين واحد وسين اتنين وسين تلاتة، أو إكس ون وإكس تو وإكس ثري بيساوي 34، يبقى الإجابة الصحيحة ب 34. يبقى إحنا قلنا إكس ون وإكس تو وإكس ثري فعلا تو هي الصح. المشارة يساوي، كلام سليم. خمسة، إذا كان أحد الشروط الفنية لنموذج البرمجة الخطية يتضمن أن يكون الفرق بين وزن كل من مجموع الإنتاج وزن المود، إذا كان أحد أن يكون الفرق بين وزن كل من مجموع المنتج الأول والثاني، يبقى في البسط الأول والثاني، ووزن كل الفرق يبقى في طرح، وكان ووزن كل من الثالث والرابع، يبقى الأول والثاني، تمام؟ الأول والثاني، يبقى إيه الفرق بين واحد واثنين وبين ثلاثة وأربعة؟ يساوي وزن كل من المجموع الثالث والرابع يعادل، يبقى يساوي، يبقى القيد الأول هو الصح. ستة، إذا كان العطار يشترط لتشكيل توليفة معينة من البهارات ألا يقل وزن السماء اللي هو إكس ثلاثة بالنسبة لخمس مكونات، يبقى إكس ثلاثة على الواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، إكس ثلاثة اللي هو القير سي، إكس ثلاثة على الأربع أو الخمس أنواع من السماء ألا يقل وزن السماء عن خمس. طيب يبقى خدنا كده ستة. سبعة، لعلاج القيد ذات الإشارة يساوي، بنختار له قيدين، واحد أكبر واحد أقل، طب نضيف متغير وهمي في القيد وميم في ذات الهدف، القيد اللي إشارته يساوي، لا اللي يساوي ده قيدين، نطرح متغير وهمي من القيد، لا نضيف ولا نطرح، علاج القيد ذات الإشارة يساوي لا بنحط قيدين، نطرح متغير وهمي من القيد، نضيف متغير وهمي في القيد وميم في دالة الهدف، لا نضيف ولا نطرح، يحذف القيد من النموذج، يحذف القيد، لا العلاج تاني يختلف عن دول، يبقى ده سبعة، الحل الصحيح هو مش واحد من دول، انك تضيف قيدين، تمام، والقيد اللي هو اشارته اقل منه تروح ضربه في ناقص واحد، تمام، خش على تمانية، لعلاج القيد ذات الاشارة يساوي، نقوم ب لعلاج القيد ذات الاشارة يساوي، لعلاج القيد ذات الإشارة نطرح متغير وهمي القيد، نضيف متغير وهمي في القيد وميم، لا نضيف ولا نطرح، يحذف القيد، يعني هي دي نفسها، يبقى سبعة هي تكرار لتمانية، يبقى معناه إن إحنا نضيف قيدين، واحد إشارته أكبر من أو يساوي، وواحد أقل من أو يساوي، وتقوم تعدل اللي إشارته أقل من في ضرب طرفيه في ناقص واحد. تسعة، اختيار الإجابة الخاطئة من بين البدائل التالية، في ثلاثة صح وواحدة غلط، إيه اللي غلط بقى؟ بيقول لا توجد مشكلة نقل إذا لم يوجد تعدد في مصادر العرض، صح، ضرورة تجانس خصائص الوحدات المراد نقلها، صح، وجود مسار واحد مباشر نقل الوحدات من المصدر إلى المنفذ، صح. أشوف بقى الأخيرة دي، ليس من الضروري افتراض حالة التأكد، ليس من الضروري افتراض حالة التأكد إنه التكوين كله كده، يبقى دي ممتازة.
العبارة طبعا صحيحة، العبارة صحيحة، ليس من الضروري افتراض حالة التأكد التام. يبقى هو بيقول لك اختار الإجابة الخاطئة، الأولى صح والتانية صح والتالتة صح، النبرة الرابعة خاطئة. 10، إذا تضمن النموذج الأصلي للبرمجة الخطية تدنية قيد إشارته يساوي ونرغب في تحويله إلى نموذج ثنائي، بنعمل إيه؟ إشارته يساوي نستبدله كم قيد؟ باتنين. ضرب جميع متغيراته في إشارة سالب، لا. ضرب جميع متغيراته في سالب، لا. استبدال القيد بقيدين، أحدهما إشارته أكبر والتاني أقل، وبنضرب اللي هو أقل في ناقص واحد عشان يبقوا كلهم إشارتهم أكبر منه.